ندوة اليوم هي خاصة بتقديم مذكرة حركة توحيد الإصلاح لمراجعة مدونة الأسرة. هذه المذكرة التي قدمناها بين يدي اللجنة أو الهيئة التي كلفها أمير المؤمنين بهذا الورش، قدمناها يوم الخميس 16 نوفمبر. اليوم فرصة للتواصل مع الرأي العام لتقديم أبرز مقترحات حركة توحيد الإصلاح لهذا الورش. وفي مقدمتها نحن في الحركة نرى أنه أولا لابد أن يعني نتفاهم على مجموعة من المقتضيات المنهجية لمراجعة هذا الورش. أول هذه المقتضيات هو أنه ما يتعلق بالمرجعية، المرجعية الإسلامية باعتبار خصوصية هذا النص، نص ديال الأسرة. التشريعات الأسرية في مختلف دول العالم هي مبنية على الاختيارات الدينية وعلى المرجعيات الدينية ديال الشعوب. فلذلك حنا هذه المدونة هي مدونة خاصة بالمغاربة المسلمين، على اعتبار أن اليهود المغاربة عندهم مدونة الأحوال العبرية ديالهم. فلذلك جينا باش نركزوا اساسا على هذه المساله ديال المرجعيه، تكون هي المحور الذي يدور حوله مختلف مقتضيات المدونه، سواء ما نص ما يوجد في نصوص او ما لم يرد بخصوصه نص في المدونه، وهو ما تنص عليه الماده 400 الماده الاخيره من مدونه الاسره الحاليه، التي نؤكد على ان تبقى هذه الماده في نص المدونه. المقتضى المنهجي الثاني هو لابد من مقاربه تشاركيه، تشترك العلماء والخبراء والقضاة والناس اللي كيمارسوا في الميدان والجمعيات، حتى يكون فعلا ورشا وطنيا تشاركيا. ثم لابد من مقاربة شمولية ترتكز على الأسرة ولا ترتكز على طرف دون آخر، كما ورد في الخطاب الملكي لعيد العرش سنة 2022، هي ليست مدونة للمرأة مثل ما ليست مدونة للرجل، بل هي مدونة للأسرة تحمي مختلف مصالح الأطراف بما فيها مصلحة الطفل. ولذلك من انطلاقا من هذه المقتضيات قدمنا مقترحات تروم تيسير يعني الزواج من خلال مثلا لا نرى يعني سببا للإبقاء على الإذن بتوثيق الزواج أو الإذن بعقد الزواج. هذا الإذن نقول في الحركة أنه يمكن أن يبقى للزواج، حالات الزواج الخاصة كالتعدد، كالزواج ذو سن الأهلية، كالزواج أصحاب الإعاقة الذهنية، كالزواج المختلط، هادو يحتاجون لإذن مع رقمنة هذا الإذن. لا يمكن اليوم احنا في 2023 وباقي الإجراءات في انعقاد الزواج تتم بطريقة ورقية وبطريقة تقليدية، إذن لابد من مراجعة هذا الأمر وتيسير الشروط الإدارية لانعقاد الزواج. أيضا ما يتعلق بسن الأهلية نظن أنه لابد أن يبقى هناك استثناء لعقد الزواج، لا لأنه الناس الذين يطالبون بالإلغاء لا نرى أن يعني لهم أسباب وجيهة لإلغاء هذا الأمر. إضافة لأمور أخرى متعلقة بإحداث مؤسسة الوساطة والصلح، حماية الأطراف الضعيفة في الإرث وغيرها من المقتضيات.